السلام عليكم، معنا اليوم حبيبي فلان سنقدم لكم لعبة جديدة باسم فورزا 4 موبايل على أجهزة الأندرويد وبحجم 2 جيجا أو 1.9 جيجا. فعلى العموم سنجرب هذه النسخة الجديدة معنا اليوم. هي ليس رسميا من الشركة بل من مطور عادي، وصراحة نتمنى أن تستحق هذه التجربة. فعلى العموم قبل ما نجرب لكم هذه اللعبة فلا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورابط اللعبة في أول تعليق وهي بدون إنترنت. ويا الله بينا. فكما تشاهدون معنا حبيب الله، الآن سنستعرض لكم هذه النسخة الجديدة التي معنا باسم فورزا موبايل. يعني هذه اللعبة اسمها فورزا فورمو، يعني فورزا 4 موبايل. صراحة حبيب الله سنجربها معا، هل حقا تستحق هذا الاسم أم لا؟ هذه الماب الخاصة باللعبة، ماب كبيرة جدا، فيها يعني كالماب الخاصة بكار إكستريت، ماب فيها مدينة وفيها أيضا خارج المدينة مناطق برية. أيضا حبيب الله هناك ستور مثلا يمكنك على ما أعتقد شراء سيارات. هنا الإعدادات الخاصة باللعبة، عفوا حبيب الله، الإعدادات الخاصة باللعبة. هنا تختار أعلى جرافيكس، أنا سأقوم باختيار اللعبة على أعلى جرافيكس على هذا الشكل، نختار الريزوليشن 100%، ونضغط الآن على ستارت ونستعرض لكم هذه النسخة هل حقا تستحق أم لا. فكما تشاهدون معنا حبيب الله، هيا سنستعرض لكم الآن بعض من الجيم بلاي الخاص بها. فكما تشاهدون معنا حبيب الله، نستعرض لكم الآن النسخة بشكل كامل. يعني كما قلت لكم اللعبة يعني كأول بداية لا قد نقول عنها لا بأس، ولكن بهذا الحجم الذي شاهدتموه معنا فصراحة يعني حجمها كبير جدا. لماذا حجمها كبير؟ قد يكون بسبب الماب. فما أعجبني صراحة في اللعبة هذه الماب الرائعة، رغم أن اللعبة ما زال فيها بعض الأخطاء، فكما تشاهدون معنا يعني أخطاء تكون مثلا في الجيم بلاي أو في التحرك الخاص بالسيارة، لأنها بالطبع ما زالت بيتا وفي أول إصدار لها، ولكن إن شاء الله القادم سيكون رائع. هذه اللعبة فهي بدون إنترنت رغم أن حجمها كبير نوعا ما، إلى أنها تشتغل للأجهزة الضعيفة حبيب الله. فصراحة رائعة جدا كما قلت لكم كأول إصدار لها. انظروا معنا، هناك مدينة كبيرة، ماب كبيرة، هناك أماكن جميلة صراحة، جيم بلاي روعة، والله جيم بلاي روعة جدا. شاهدوا معنا، يعني المناطق خرافية، يعني المناطق الخاصة باللعبة قد نقول عنها كفورزا صراحة مناطق خرافية. كما قلت لكم اللعبة ماذا تحتاج هذه النسخة؟ اللعبة حبيب الله كما قلت لكم تحتاج إلى التصحيح، يعني تصحيح الجيم بلاي، تحتاج إلى بعض الناس أيضا حبيب الله، تحتاج إلى السيارات كثيرة، فهي متواجدة الآن في السيارات، ولكن تحتاج يعني الناس وتصحيح في الجيم بلاي، وإن شاء الله اللعبة ستصير رهيبة جدا. شاهدوا معنا حبيب الله هذا الشيء الرائع، شاهدوا معنا إلى الماب، والله هذه الطرقات أعجبتني جدا، طرق رائعة جدا حبيب الله. انظروا معنا إلى هذه الأماكن الوعرة، واو واو واو. على العموم حبيب الله، من يريد تجربة هذه النسخة حاولت أن أشاركها معكم، فرابطها سجدونه في أول تعليق. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، ونتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. انظروا معنا الآن بدأنا نذهب إلى أماكن صحراوية، فكما تلاحظون انظروا معنا بدأنا نذهب إلى أماكن وجبال، يعني أماكن صحراوية صراحة. اللعبة فيها الكثير من الأشياء الممتعة، أنصحكم حقا بتجربتها. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.